نخبة من ألمع نجوم الشاشة المغربية يجتمعون في عمل تلفزيوني فريد من نوعه، يكشف لنا عن موهبة جديدة لنجم عزيز. عزيز بودربلا، غادي ندير فرقة ديال الكرة ومن الدراري ديال الدرب اللي كبرت فيه. حتى الدراري فرحاني اللي جيت تخدم معاهم في الدرب. واعرف قضية ديال بعد سنوات من التألق والنجومية كلاعب دولي. قول لي غير فين تعلمتي ديك خاوية؟ ينقل لنا تجربته من خلال مسلسل تلفزيوني لا يخلو من الإثارة والتشويق. حيث تنصهر الفوارق الاجتماعية في ظل موحدة القلوب والشعوب الكرة. الفرقة دقني